نظم مجلس التنمية الاقتصادية الملتقى ربع السنوي الثاني حول القانون التجاري الذي ركز على تناول الجوانب المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات ذات الأولوية والمحددة أو المحددة في خطة التعافي الاقتصادي. ويسعى المجلس من خلال تنظيم هذه الملتقيات إلى تأسيس منصة يتاح من خلالها المجال للشركاء والمختصين لاستعراض ومناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقوانين التجارية والاستئناس بآراء المختصين من القطاعين القانوني والتجاري بهدف تحقيق أقصى استفادة من القوانين القائمة. يأتي ملتقى القانون التجاري الثاني ليعرف بالمنظومة القانونية في مملكة البحرين المساندة للمناخ الاستثماري بما يعزز سمعة المملكة كموطن مفضل للاستثمارات العالمية. في هذا الملتقى اليوم راح يكون في مناقشة إلى 5 مواضيع. أول موضوع راح يناقش وهو يمكن يكون أهم موضوع وهي القوانين الحديثة المتعلقة بتقنية المعلومات، وستتم مناقشة 3 من القوانين المهمة جدا اللي تم استحداثها في الاتحاد الأوروبي خلال 2022. فإحنا شفنا أنه مهم جدا أنه يعني المهتمين بالقانون في البحرين يكون عندهم إلمام بهذه القوانين، وربما النظر في استحداث مثل هذه القوانين على مستوى دول مجلس التعاون. يغطي الملتقى جانب دعم المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات التجارية والمساهمة في دعم وتطوير قوانين تجارية حيوية ومرنة. هذه الملتقيات مهمة جدا لإلقاء الضوء على التطبيق الحالي للقوانين، شو القوانين اللي مستجدة حول العالم وإمكانية تطبيقها في مملكة البحرين، إعادة النظر في بعض القوانين اللي موجودة حاليا، بعض المواد اللي مثلا ما صار لها تطبيق حاليا، ما عادت يعني مناسبة للوضع الحالي للأعراف التجارية الموجودة. سوف أتحدث عن التكنولوجيا الرقمية في أوروبا وأبحث عن كيفية تطبيقها في دول مجلس التعاون والبحرين لتطوير قوانين مماثلة والتعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى لإدارة المشكلات المتعلقة بالرقمنة والبيانات. تستمر المملكة في استضافة الفعاليات التي تثري المنظومة التشريعية الداعمة لقطاعات الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للبحرين عالمياً. يأتي الملتقى الثاني حول القانون التجاري ليتيح لشركاء مجلس التنمية الاقتصادية والمختصين لاستعراض ومناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقوانين التجارية. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.